السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشاليه مميز جدا مرتفع عن الأرض ببدروم خاص أو استراحة خاصة على بعد 10 دقايق بالظبط ماشي للبحر وبجوار الشارع العمومي والخدمات العامة داخل القرية. دي واجهة الشاليه. له مدخل خاص على يمين. هنا موجودة عندي دي الفرندا. وعندي هنا ده التراك الكامل بطول الشاليه وبدروم خاص بيه. ما شاء الله دي كلها ملكية خاصة بالشاليه. ليه باب هنا برضو هنشوفه في نهاية الفيديو. ده بيدخلنا عندي هنا على الشاليه. عندي هنا في الفراندا موجود كنبة من الطوب الفرعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجة بتقابلني هنا عندي ريسبشن كبير ما شاء الله متقسم. عندي تقسيم 3 قطع ومتشطب كويس جدا. تشطيب فول ممتاز. تشطيب جبسون بورد والوان هاديه وديكورات سي ان سي. ما شاء الله على يمين هنا موجود عندي مكتبة للشاشة متصممة عندي من الجبسون بورد وديكور برضو سي ان سي. قصادنا هنا القطعة التالتة من الريسبشن متشطبة برضو كويس جدا. تشطيب ممتاز. وعلى شمالنا هنا موجود عندي مطبخ أمريكاني. المطبخ عندنا هنا من الداخل ورؤية الريسبشن عندي هنا من زاوية تانية. ما شاء الله تشطيب أكتر من رائع. قصادنا هنا عندي حمام خاص للضيوف أو ده حمام ضيوف. عندي هنا النزلة دي اللي هي بتطل على البدروم اللي خاص بالشاليه اللي شفناها مع بعض في أول الفيديو.
ما شاء الله، الشاليه عبارة عن 2 مستوى، بنطلع مع بعض المستوى التاني اللي هو بيدخلنا على غرف النوم والحمام. قصادنا على طول هنا موجود عند الحمام، بجوار منه مباشرة موجود عندي هنا أول غرفة نوم، ممتازة وجميلة جدا ما شاء الله، متشطبة كويس جدا، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وديكورات مميزة جدا. الغرفة دي عندي هنا ليها جيب بلكونة، بجوار منها برضو عندي هنا الغرفة التانية، ممتازة جدا ما شاء الله، متشطبة كويس جدا، تشطيب فوق الممتاز، تشطيب جبسون بورد وألوان هادية وديكورات مميزة. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها، ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه مميز جدا 2 مستوى ببدروم خاص بيه بجوار البحر والشارع العمومي والخدمات العامة داخل القرية. الشاليه يصلح للمسكن والمصيف والاستثمار العقاري، ومسجل في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكامل الإعدادات كهرباء ومياه. احنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء ومياه بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 150 متر، عبارة عن غرفة النوم كبار وريسبشن كبير، متقسمة عندي 3 قطع، ومطبخ أمريكاني و2 حمام، وفراندا كبيرة، وتراك كامل بطول الشاليه، وبدروم خاص بالشاليه. السعر 410,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 22,000 دولار. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم احمد بهجت صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك اليوم بتاعكم، تشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.